جايبها من الخصوص على المطوشات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما اقول اي حاجه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام كل قولوا يا الله. فيديو النهارده انا مش عارف اجيب لك ايه. الفيديو عامل ازاي؟ بس هو الفيديو عباره عن اغرب اكونت ممكن تشوفه في حياتك. 10 يو سي. انا مش عارف اقول لك يعمل ايه في الاكونت، يعني 10 يو سي بس شوف اللي بيتحصل في الاكونت. انا عايز اقول لك ان الاكونت اللي انا لعبت بيه النهارده في شويه حاجات هقولها لك جوه 10 يو سي، ومنهم لبس اللي هي لسه نازله لبس جول طلعها ب 10 يو سي، والنضاره برده ب 10 يو سي. سبحان من واهب القوه. ده اغرب اكونت، اكتر اكونت محظوظ، اكتر اكونت بعمل بيه لقطات، اكتر اكونت هياخد بان بسببي. عايز اقول لك ان الفيديو النهارده مليان جمدان جيم لقلبك يحبها. وعايز اقول لك كمان ان انا كل يوم لايف الساعه 5. احنا عملنا اكتر من 17 و15 10 عملنا نومات كتير والله العظيم، نضحك فيها وبنهزر وبنعمل فيها حاجات جميله. انت لو بتجيش يوم لايف الساعه 5 على طول هتلاقي رابط في الوصف، انت فايتك كتير. قبل ما نبدا الفيديو بزز اللايك، عايز اوصف يعني 10000 لايك، 11000 لايك اللي يجي منك يا عم. الفتره دي فعلا في تقصير في اللايك، حاسس ان زور اللايك تقيل على قلبك. حتى الاشتراكات برضه في حاجه في يا جماعه، احنا بننزل احنا بنغى يا جماعه، عايزين نطلع فوق يا جماعه. الله يلا يا باشا يلا يا باشا. لو مش عايز تعمل اشتراك فعل زر الجرس يوصلك كل يوم فيديو ساعه ونص ولازم سيجو. لا بس يا جماعه عشان احنا بنتكلم في حوار، يا جماعه ازاي بس انت بتتكلم في اكونت غريب جدا. غريب والله العظيم. استنى بس افهمك دلوقتي، تعالى بس شيل سكين كامله، خش على الدول ده معلم. زي ما انت كده شايف الام 20 الجديده ب 10 يو سي، البتاعه دي برده ب 10 يو سي، والام فوق ده برده ب 10 يو سي، والاي كي ام ده برده ب 10 يو سي. استنى بس، واللبسه الاكس الجديده برده ب 10 يو سي. انا مش فاهم دي كمان. تخش كده اللعبه البس اللبسه معلم، النضاره برده ب 10 يو سي. انت ايه حكايتك يا ليه؟ احنا عايزين نفهم الدنيا فاهم، برده احنا بنفهم برده الدنيا. انت ايه جاي معاك بايه بقى؟ جاي معاك انت هتمكس الاكونت ب 10 يو سي بس ولا ايه؟ شغلتك بقت 10 يو سي؟ مش فاهم. الام 4 اهو طوته ليفين كام ده غالي؟ هو يا عم مش متطور يا عم. ماشي، والام 20 الجديده طوتها؟ تصدق طول الام 20 الجديده والله ليفين 2 حلو قوي. والاي كي ام ما طوهوش ان شاء الله، يعني حظه ما شاء الله ب 10 يو سي بس ما شاء الله. عايزين ايه؟ داخلين دلوقتي نجرب اللبسايه اللي فوق تلجي سولو سكواد كالعاده. امسك الام 20 يا زميلي. وين هي؟ بسم الله المعيد. ايه ده يا اسطى؟ لا ما كنت نزلت فوق يا زميلي، سيبنا زميلي عادي فوق يا زميلي. سبت لك ليه؟ سبتهولك يا زميلي، سبتهولك والله العظيم. يا لهو على الجهاز ليه؟ طب ليه؟ ماشي شكرا شكرا. انا مش عارف اقول لك ايه. شكرا يا فندم. انت متخيل ان كل سنين انت عمال تلعب فيها ليه؟ ربنا مش هيستجيب لدعواتك، ربنا مش هيديك اللي انت كنت بتحلم بيه مثلا، والله هيدولك واقف. بصوص انا برضه والله عمال ادعي، عمال ادعي بحاجه كبيره قوي، عمال ادعي والله العظيم يا لسه ما جاتليش. انا عندي يقين وحسن ظن بالله ان انا هيديني حاجه انا ما كنتش بحلم بيها اصلا. الدعاء بيغير يا جدعان، الدعاء بيغير والله العظيم. ادعي كتير، لو اتاخر سنه اتاخر سنتين اتاخر ثلاثه عوض ربنا. جميل جدا، ادعي. قول يا صايمه. صايمه بجد يا اخوان؟ ايه يا جدعان ده؟ هو حد منوت قبل هنا ولا ايه؟ جيت متاخر طب ولا ايه؟ حبيبي زميلي يا عم مش مكمبار، العيال قطع قاعد بتلعب. طب انا اكل جيلاتي. طب يا اسطى ده بيضرب عليا قبل ما اطلع. الو مساك الليت وصباح الفل يعني. ايه بقى لازمتها الحظ بقى؟ وصل ليش يا زميل؟ معلش يا زميل استنوا يا رجال، انا جاي لكم يا رجال احل معاكم المواضيع. ايه ده يا زميلي ده؟ انتوا هنا عندكم مشاكل برضه ولا ايه؟ كل حاجه تتحل بالهداوه يا جماعه. والشيطان ده في الاول والاخر يا زميلي. مش بجد. لوليتوس تصبيله ونقول الو. ايه طب قائم ده كمان الجديده ايه
بيست واحد حتى، مفيش بيست واحد. كان عايز يعمل عليها لقطه تيك توك، مفيش حد بابوت خالص، كلها بيته لعيبه. بس يا ابني يا ابني ما تهدى يا ابني، ما تجعل جامد يا شاشة جدا. انك تطلع كبر نفسك من اللي تحت واللي فوق وانت في النص كده، وتاخد ده وتاخد ده، انت كده لعيبه يا شاشة جيمنج. انت بص انت اللي عامل الجثث دي كلها يا شاشة جيمنج، يعني انت يا شاشة جيمنج يقيس باك بالعربيه. يلا الله صوت الجيلات اللي انا قايمتها. اللي بعده معانا مين يا فندم؟ الله ان شاء الله. بسم الله المعيد. نطتش لا 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 ليه 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 ايه يا صاحبي ده ايه يا صاحبي؟ هو مين اللي بيضرب عليا؟ انا هتعامل ما تقلقش هجيب لك حق. مش هروح اضحي بنفسي، انا هلعب لعبة خنزار. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هغفلك يا كابتن. يا أبو علي بقى زيادة مش عارف مش عارف مش عارف بقول إيه. صح يعني انا وقعته قال لي بالبيكيس ده ولا طلع بايه؟
انت جاي معاك بايه. هروح يمين وشمال برضه، هو قاعد قاعدتني كلها يا حمو. ايه بقى لازمتها الحزقه بقى؟ تستمر ده اللي بعيد يوم احيل يا غالي، ده غالي. ما تبقاش على البشره الحميه دي. ازاي سحبني؟ سهل سهل، سكوادين طالعين عليا، مين طالعين عليا؟ بعد الليالي، معايا يومي بيب كاتم، احيا، احيا غالي، دبل يا غالي، دبلت 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 دبلت، شوش جيمنج بيدبل. يا لهوي. ازاي بس عدتك؟ وما بشي انت وميتك زبادة العالم بقى. تعرف ان ليلة 14 نجمة ولا 13 نجمة؟ اوف ايه يا اسطى ده؟ ايه يا اسطى ده؟ ما دول عبط ولا ايه؟ نايت جدا اهو. انت مش بيسبك، انا سكوب 6 بضرب في السما. نو كومنت يا زين، نو كومنت يا زين، نو كومنت يا زميلي. جايبها من خصوص على الماتوجات يا صاحبي. نو 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 السلام عليكم. نو شباب، وانا كنت كمينات. ربنا يسامحك، الواد ده قال تعويذ عليا، الواد ده قال هتجيب اجل، هي في سكواد جاي يا زين. جايبها من خصوص على الماتوشات يا زميلي. يا ابني ناس كانت في وشي اصلا. جايبها من خصوص على الماتوشات يا زميلي. احيي ايه ده؟ هتيجي يا غالي اصبر. اشوف بس هو فين، هلمحه بس. لا لا مسك مسك الكايف دي كمان. مش عايز يطلع. يلا بجد، يلا بجد، وفيتي بتخوف قوي. يلا ده خايف بجد. هطلعه عصير بقى. يلا بلا ربنا. جايبها من خصوص على الماتوشات يا زميلي. هي هي فعلا عايزه اقولها ب 20 كلايه. لا 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 ما تخدمش بكده، ما تخدمش بكده، تختم بكده هتبقى وحشه جدا. ايه ده شويه قد عضوك يا ابني. بسنا نتقابل. بقول لك ايه، انا عمال اتجلش يا اسطى، بس عمال اتجلش معايا. سلام عليكم يا سياح. اهو البيت اهو، امسك البيت الخزة الطماطم ده والحاجات الطماطم اللي معايا دي.
انت مالك انت سيبني العب معاهم يا ابني.